السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة ماسترو بهجاجة، أهلا بكم. موعد بطولة الأمم الأفريقية لكرة الطائرة رجال من 1 إلى 13 سبتمبر 2023. تقام بطولة الأمم الأفريقية 24 في مصر من 1 إلى 13 سبتمبر 2023. يشارك في البطولة منتخبات مصر والمغرب وتونس وكينيا والجزائر ونيجيريا ومنتخبات رواندا والكاميرون والنيجر. شهدت قائمة منتخب مصر للرجال 18 لاعب، هما أشرف اللقاني، أحمد صلاح، ياسين محمد، محمد رضا، محمد رمضان، عبد الرحمن الحسيني، محمد جمال عسران، محمد عادل دولة، أحمد يوسف، حسام يوسف، محمد المهدي مو، سيف الدين، حسن عابد، عبد الرحمن سعود، محمد عبد المحسن، رضا هيكل، أحمد سعيد، محمد مصطفى كامل لعبة، وأحمد ضياء.